أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة. يسأل أحسن الله إليكم عن ما يستطيع أن يقدمه لإخوانه في سوريا وفي الشام، وهل يجب الجهاد في مثل هذا الزمان أم لا؟ الجهاد يجب إذا دعا إليه ولي الأمر، إذا دعا إليه ولي أمر المسلمين وشكل جنودا للجهاد، فإنه حينئذ يجب على من عنده الاستطاعة واستنفره الإمام أن ينفر. إذا استنفرتم فانفروا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. لا بد أن يكون الجهاد تحت راية ولي الأمر المسلم، أما الأفراد وكل يأخذ السيف والسلاح هذا ما ينتج شيء، هذا ينتج سفك دماء ولا ينتج اجتماع كلمة ولا ينتج شيئا، هذا شيء مجرب وواقع. واجبنا الدعاء لإخواننا المسلمين، دعاء لهم بالنصر، دعاء لهم بالتوفيق، الدعاء على من ظلمهم. نعم.